الحكاية ستبدأ بعد قليل. هذه الودية الجزائرية النيجيرية على ملعب وهران. إسماعيل مساء الخير. الجزائري والنيجيري، هذه الأجواء. كل شيء في مكانه، مكان لكل شيء. حكاية والشغف لهذه المباراة الثانية بدأت الآن. هناك إلى الكرة، يا سلام، محاولة من محرز إسماعيل، يغير الاتجاه، محاولة للتسديد من هناك الأرضية، يا سلام، والكرة، ولكن بن سبعيني بين أحضان الحارس. 27 عام، 53 مباراة يلعب في الدوري الفرنسي في نادي نانت الفرنسي. كرة ملعوبة قصيرة، تعود ترجع من جديد لموزاس، يحضر لتوزيعها الأرضية، تمويه ساموزي، يلعب كرة داخل منطقة عملية التحضير، الضغط على حامل كرة خطيرة، ولكن من جديد الدفاع، وأول أهداف. لا، ماذا هناك؟ أول أهداف المباراة. يتمكن اللاعب توري موفي من تسجيل أول أهداف المباراة للمنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من بداية الشوط الأول للمباراة. كان هدف صحيح، سنشاهد كيف كان ذلك. جمهور أنصار وبعض أنصار المنتخب النيجيري فوق المدرجات. ها هي الكرة الأرضية في المرة الأولى، التسديدة رجعت من الدفاع، الثانية في ماندي، بعد ذلك الأسبقية لموفي، يتمكن من تسجيل أول أهداف المباراة لمنتخب نيجيريا بعدما كانت الكرة صعبة عائدة من موندي مخادعة كما شاهدنا، ضربت في الأرض وخادعت موندي في الأولى في الدفاع، بعد ذلك هيا الأسبقية كان لموفي على الدفاع ويسجل أول أهداف المباراة. المدرب الماضي جمال ينفجر غضبا لأن بعض اللاعبين لم يتبعوا التعليمات كما يجب. قطرية من هناك على الجهة اليمنى، نيجيريا تبادل الكرة بالخطأ، محاولة بالليلي، يلعب كرة لإسلام سليماني، محاولة المرور، الكرة مباشرة ولكن خرجت إلى ركنية. 75 أو 76 مباراة دولية، 26 هدف، 28 تمريرة حاسمة. من هناك محاولة، حاول فيها أم أن هي المحاولة والحارس، وبعد ذلك محرز في المتابعة، القائمة رد الكرة إلى 55 للحارس أوزيو فرانسيس. أخطأ المدافع، محاولة، هل هناك لمس من الحارس على بالليلي أم لا داخل منطقة العمليات؟ حكم السيد حكم التونسي محرز. مندي هناك طائعة في الوسط، محاولة في العمق من هناك نيجيريا، خطأ، رايا برفوع وضعية تسلل، الهدف الثاني ولكن من وضعية تسلل. حكم الرايا، الحكم المساعد الثاني جريدي فوزي، والرايا لحسن الحظ محمد، لكن يجب إعادة بعض الحسابات على مستوى الدفاع المنتخب اليوم، حتى أنه الهدف المبكر لنيجيريا زاد المباراة اليوم. لقمان صعب. نعم، ها هي العائدة، كان في وضعية تسلل وكان ينتظر في الكرة، إذن وضعية تسلل صحيحة وقرار سليم من حكم حركة محرز السلامة والضغط عليه. هناك خطأ، دفع على محرز في هذه الكرة، ملعبه مباشرة مع بالليلي، إلى الكرة، يا سلام، يا سلام، ضغط فوق المرمى وركلة الجزاء، يقول الحكم في هذه الكرة واللقطة الساخنة على مرمى منتخب نيجيريا. الحكم التونسي محرز مالكي
الجزائري. سنشاهد كيف كان ذلك، هناك تدخل في المتابعة. هيا لإسلام سليماني يحاول ضربة بأحد المدافعين بعد ذلك، وهناك تدخل قوي مثل ما شاهدنا من فرانك في الأولى، الحارس وبعد ذلك القائم. وركلة جزاء يقول حكم المباراة على بن سبعيني تدخل. هيا من زاوية أخرى، شكرا للزملاء. هو تدخل كان عنيف على بن سبعيني كما نشاهد، وإياكم مشاهدين الكرام واضحة وقرار سليم من حكم المباراة. شكرا للزملاء، القائد في تنفيذ ركلة الجزاء، الحارس محرز في مواجهة زهور. تعديل النتيجة من القائد محرز، الملهم يعدل ويسجل بالمناسبة الهدف 27 مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراته 76. محرز شعلة ضوئية عندما تنير، يستجيب الملعب بطريقة رائعة، أجواء كبيرة، استجاب الملعب لركلة الجزاء القوية. في بعض الأحيان أقول بأن عندما يسدد محرز من المستحيل على حراس المرمى، تبدو لي أحيانا. نعم، محرز الشعلة الضوئية سجل وأنار الملعب، وفرحة عناصر المنتخب الجزائري بالقائد محرز. تتحرك العناصر داخل منطقة العمليات، هاي الكرة من جديد صعبة وصغبة. صفرة الحكم السيد محرز مالكي التونسي تعلن عن نهاية المرحلة الأولى في هذه المباراة الودية الدولية الثانية للمنتخب الجزائري. الأسطورة هدفي ميلود، ضربة الشوط الثاني، تمس جزائرية بينية ممتازة، بلع لي محاولة المرور. يا سلام يا سلام يا سلام، دفاع الشوط بعيدة، كرة بعيدة من تفوق من عطار، يحاول مرور هايلة، يوسع كرة على الجهة اليسرى، بن طالب يوصل كرة لبن سبعيني، ملعوبة من هناك. يا سلام إسلام، تعود الكرة الثانية الجزائرية دائما داخل منطقة العمليات بعد الإسلام سليماني بالرأس، جانبية، كرة ممتازة جانبية بالرأس، كانت بعيدة، هيا ملعوبة هايلة، إسلام سليماني بعيدة، كان في وضعية صعبة، كان هناك طبعا لاعبين أو لاعب ولكن جانبية. كرة نيجيرية، محاولة المرور وتخطي الدفاع، التحضير التحضير، وبين أحد الحارس. 60 دقيقة، النتيجة متعادلة بين الجزائر ونيجيريا في المباراة الودية الثانية. ملعوبة هاي للحارس بقبضة اليدين من جديد، زروقي تسديده، شباك الحارس أوزو في الدقيقة 61 من زمن المباراة. صانع البهجة والفرحة في هذه الدقيقة هو المدافع عطار العائد إلى تشكيلة المنتخب الجزائري بقوة كبيرة بعد هذه الركلية العائدة، الكرة من الحارس، حضر وسدد من مسافة بعيدة وفي شباك الحارس، طرف الشباك بكرة قوية جدا. الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، 2-1، غير مجرى الأحداث ومحتوى المباراة بتسديدة قوية، هايا من جديد، قوية جدا من مسافة 35 متر من عطار على الصورة، وفرحة كبيرة. القطرية لمحرز، يمر محرز يبحث عن المساندة، يبحث عن التسديد ربما، بينية هائلة، زروقي من هناك، لا 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 لا، دخول أحد المناصرين
حتى التوقيت لا لا دخول احد المراسلين ليوسف بالليلي ربما هو معجب بيوسف بالليلي بلمسة واحدة محرز يحاول يا سلام بعيدة بعيدة الكرة هذه من إذن آدم الناس هي في استعراض هي آخر معفوا محمد إذن هي آخر كرة كانت لي محرز الذي يغادر في هذه أثناء أرضية الملعب تحت تصفيقات الأنصار قدم ما عليه نعم قدم ما عليه وقدم